عجوز رعب النفوس. قولي ماذا لديك؟ زوجي يا شيخ، زوجي خاين وبيك تعطيه درس ما ينساه طول عمره. اهدي ما هي المشكلة؟ وضحي لي. زوجي تزوج علي وسحرته حرمته، سحرته وقلبته علي، صار ما عاد يدانيني أبد ولا يناظر وجهي. والله ما عنده ذوق. شو؟ لم أقول شيئا، حدثيني عن زوجته. هل هي جميلة؟ وع تجيب المرض، أنت زين منها. الكل يقول لي هذا، ولكن قولي لي وكيف أسلوبها معه؟ تكل ما يعتن قليلة حياة وقليلة أدب. جميل جميل جميل. وكيف كانت علاقتهما قبل الزواج؟ علاقتهم قبل الزواج كانت تترزز معه في كل مكان. مرتن بالمستشفى ومرتن بالسجن ومرتن بالعيادة، لاصقتن فيه لصق. ولماذا زوجك ذات؟ ايه طمعت بدراهمه، تبي تلهف ذا الدراهم بنت الفقر هالحرامية، وانا الدرهم مستخسرة يعطيني اياه. والان ما هو المطلوب؟ هل تريديني ان افك سحره ام ان اسحرها؟ ابيك تفكي السحر وتسحر زوجي، ابي يموت 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 بدبديبي، ابيه يلصق فيني لصق ما يخليني ابد. وهذه اللي اسمها غادة يكرهها كره. سمعا وطاعة. ولكن تطلبين المستحيل، وهذا يكلفك كثير. ما يخالف يا شيخ، أنا بعطيك كل اللي تبي، أبعطيك كل الدراهم اللي عندي، بس زوجي يا شيخ، زوجي تكفي يا شيخ، ترى بيروح مني زوجي.